دايما بنتكلم ان الاكل الصحي بيأثر على صحتنا بشكل عام، وممكن يحميكي من خطر الاصابة بامراض كتير وبيساعدك على تقوية المناعة. بس اللي لازم تعرفيه ان الاكل الصحي كمان بيأثر على مظهرك الخارجي وممكن يساعدك على تقوية الشعر والاظافر. انا الدكتورة مي ضياء، اخصائية التغذية، والنهاردة في الفيديو ده مع سوبر ماما هقولك على اهم الفيتامينات والمعادن اللي انت محتاجاها عشان تساعدك على تقوية الاظافر. اول حاجة هي البيوتين، او معروف كمان بفيتامين بي، وده مهم جدا لتقوية الأظافر. ولما عملوا دراسة على 35 شخص بيعانوا من ضعف في الأظافر بعد استخدامهم للبيوتين كل يوم، لاحظوا تحسن كبير جدا في خلال 6 أسابيع. من مصادر البيوتين دي هي اللحوم والمكسرات والسلمون، حاولي تدخليهم في أكلك كل يوم عشان يساعدك على تقوية الأظافر. الحديد كمان من العناصر الغذائية المهمة جدا لتقوية الأظافر، عشان كده الناس اللي بتعاني من أنيميا نقص الحديد بيعانوا دايما من ضوافر ضعيفة. بنصحك دايما تاخدي اكلات غنيه بالحديد زي السبانخ او اللحوم او المكسرات. وكمان فيتامين سي مهم جدا عشان بيساعد على امتصاص الحديد في الجسم، عشان كده بنصحك دايما انك تخلطي اكلات غنيه بالفيتامين سي مع اكلات غنيه بالحديد، زي مثلا انك تعملي سلطه من الفراوله او البرتقال مع السبانخ والحبوب، فبالتالي بتاخدي الفايده كامله وبيساعدك على تقويه الاظافر. المغنيسيوم كمان من العناصر الغذائيه المهمه جدا عشان تقويه الاظافر، وده موجود في الحبوب الكاملة زي التوست الأسمر أو الرز البني، وكمان موجود في المكسرات زي اللوز أو الكاجو. البروتينات كمان مهمة جدا عشان تقوية الأظافر زي الكرياتين، ودي موجودة في اللحوم أو صدور الفراخ أو الأسماك، عشان كده بنصح دايما أنك تاخدي بروتينات بكمية كافية كل يوم على الأقل 80 جرام،